إله اللي صابك في دراعك تجيله فنين نعنيه يا رب. لا محمود ما تقوليش كده. طب بس لو تقولي مين اللي عمل فيك كده. ما فيش حد يا حبيبي، انا كنت ماشي اتكعبلت. ما انا بمشي اتكعبل على طول. عين عين وصابتك، انا عارفاها عين عم طاهر مدوره. بلاش دي يا محمود. بلاش. سلطفي تسكت يا لساني، مش متفقين. بقول يا سلطفي، مين يا اخويا الست الاميره الكمل اللي دفعت لك الفلوس؟ ولا ما انا عارف يا محمود. مش عارف ولا مش عاوزنا احنا اللي نعرف؟ احنا بس كنا عايزين نعرف يعني حلوه وحشه، قصدي يعني عارفه ان الواحده مننا تفديك بعينيها. عموما انا مش بتكلم ولا بسال ولا بقول اي حاجه، دي مسافه. شكلي يا حبيبي، انا كنت عايزك في موضوع مهم. خير؟ خير ايه؟ دي مصيبه، انا احتمال اترفض من الشركه. ليه؟ حصل ايه؟ فاكر البنت اللي قلت لك ان انا اتخانقت معاها في المكتبه؟ البنت الرزله. قابلتها النهاردة في الشركة واتخانقت معاها تاني، والمرة دي بقى لبخت شوية. شوية كتير يعني؟ بصراحة كتير قوي. وعارف طلعت مين؟ طبعا عارف. عارف؟ والله العظيم أنا ما كنت أعرف إنها تبقى بنت حضرتك. أديك عرفت. أنا يا سيدي أبقى أبو الرزلة دي. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين ولا يهمك. أنا مش عارف أقول لك إيه. ما تقولش حاجة. بس اهم حاجه تخلي بالك ما تقولهاش ان انا ابوها. خلي بالك يا محمود، هي ما تعرفش ان حضرتك تبقى ابوها. لا مؤاخذه، ايه بتتودود وتقولوا ايه؟ ولا حاجه. ابنك شتم صاحبه الشركه. يا لهوي، صاحبه الشركه؟ ولا يهمك، اشتمات براحتك. يترفض يا سلطفي؟ يترفض ده ايه؟ ابنك مسنود. مسنود؟ مسنود من مين؟ من انا وانا شويه ولا ايه؟ لا اسم الله على مقامك، ده احنا مسنودين على جبل. إلهي يثبت قدامك وتسندنا وتشيلنا كمان. حاضر. أستاذ نظرات، أهلا وسهلا. أهلا. أنت إيه اللي جايبك؟ جاي أرجعك بيتك. ما أنت على ذمتي، مراتي مغضبة ولازم أرجعها وأبوس على دماغها. البيت من غيرك وحش قوي يا سي عباس. يا أخي أنت بجح بجاحة. خلاش نتكلم قدام الناس. ليه؟ اتكلم. هما دول غرب. ماما عايزك في موضوع جوه. ما يمكن يعوزوا حاجه يا ابني. ماما حاضر. يا ريت يا استاذ محمود كوبايه شاي وسندوتشات بيض بالبسطرمه. عيني يا اخويا، بس البسطرمه لسه ما استويتش. لا لو ما فيش بسطرمه خليها بيض وخلاص. عيني بس البيض. كمان ما عندكوش بيض؟ هبعت اشتري لك شاي. انا مش فاهم انت ازاي ليك عين تيجي الحاره اللي انت سرقتها وتمشي وسط اهلها كده. اللي ليه حاجة عندي يجي ياخدها. يا عينك يا جبايرك يا أخي، ده أنت حرامي بجح. ما تقولش حرامي، قول بجح. كل واحد وصل له حقه في ظرفه عليه بوسة كمان. الفلوس رجعت لأصحابها عبس. أنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ انزل الحارة وشوف عاملين مولد على الكام ملطوش اللي رجعوا. بعدين فكرت في كلامك، هي الناس دي تسرق، هم لاقيين ياكلوا. المثل بيقول لك إن سرقت تسرق جمل، مش تسرق فرم سخسخ. يعني أنت رجعت الفلوس فعلا؟ حمار بقى هتقول إيه؟ انت مش حمار يا مرسي، انت اجدح حمار شفته في حياتي. بس يا رب تمشي كده على طول. انا طول ما انا ماشي وراك هفضل حمار. تسلم ايديكي. تسلم ايديكي. مسقعه؟ ما تصدقش اللي بيتقال على البتنجان، كل بالهنا والشفا. عاوزين حاجه تانية يا سلطفي؟ يا ريت شويه ميه. عيني. صدق حبيت الحلال قوي. طب يلا يلا خلص عشان عندنا مشوار مهم. انا كل ما اكل لقمه في البيت ده يتقال لي يلا في مشوار مهم. ما تسيبني اكل يا عم. يلا هنروح القسم. انا رجعت الفلوس يا عم، مش عشانك انت. انا عايز اعرف مين الست اللي دفعت الفلوس. ايه يا مرسي وقفت ليه؟ شوف عباس، انا عندي مبدا، تخش القسم برجليك تتعلق من رجليه. سلام عليكم. تعالى هنا، ده سؤال وهنمشي على طول. يلا انت اللي هتسال وانت بتلحق، ده ايديهم شغال على طول. يا ابني ما تخافش، شعارهم الشرطه في خدمه الشعب. كانوا على ايامنا بيكتبوا الشرطه في خدمه الشعب. اسمع عباس، خش انت اسال وانا هاخد واحد حلبس على ما انت ترجع. سلام. واحد حلبس يا عم وكتر الشطه. ما
مساء الخير. نعم. انا لطفي الجناين اللي كنت. ايوه انت مش خرجت؟ ايوه لا ده انا كنت جاي عايز اعرف مين اللي دفع لي الفلوس. الكفاله يعني؟ لا مش الكفاله، الفلوس اللي انا مضيت عليها وصلات الامانه. ما انت طلعت، عايز تعرفه ليه بقى؟ عشان ارد له الفلوس دي. يعني انت عايز تفهمني ان اللي دفع لك الفلوس ده ما تعرفوش فاعل خير؟ بالظبط كده. طيب يا سيدي عشان خاطرك، انت عارف رقم المحضر؟ لا ما اعرفوش. طب اسمك ايه؟ لطفي حسين الجنايني. لطفي حسين الجنايني. يا سيدي انت اللي دفع لك الفلوس دي واحده ست اسمها سلسبيله خليل عبد الله. سلسبيله؟ ما اعرفش مين سلسبيله دي. انت اسالني انا؟ سلسبيله؟ انت متاكد؟ يا ابني انا لسه جاي من الاسم. سلسبيله؟ انت بتضحك ليه؟ انت عارف سلسبيله دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ رشا. مش جاب سلسبيله الرشا؟ ما هي دي الموضه دلوقتي يا اخويا. واحده مثلا يبقى اسمها نحمده، تسمي نفسها ماجي، مع ان نحمده ده اسم لطيف جدا، لكن بقت ماجي. ايه علاقه نحمده بماجي؟ ما تفهمش. اهي سلسبيله بقت رشا. محرم انت متاكد؟ الا متاكد، دي كانت متعينه عندي في المكتب وكل اوراقها موجوده عندي. بس ايه اللي يخلي رشا تدفع لك مبلغ زي ده؟ دي طول عمرها متعوده انها تاخد ما تديش. دي مقلبه نص اصحاب. عباس انت ايه علاقتك بالظبط بالبنت دي؟ انت مش كنت ناوي تدفع لي الفلوس دي؟ طبعا. خلاص اديها لي وانا هكتب لك وصل امانه. تاني وصل امانه؟ انت ايه؟ ما بتتغيرش ابدا؟ طب والله انا هاخد منك وصل الامانه ده، ولو ما دفعتليش الفلوس هقدمه للنيابه وهخلي رشا تطلعك من السجن تاني. انت بتهزر يا محرم، انا لازم اخد الفلوس دي ارميها في وشها. ياه ده انت شايل منها قوي يا عباس. قوي يا محرم قوي. انا يا دكتور عشان ما تسمعيش الكلام، دي نازله شعبيه يعني ممكن تقلب بالتهاب رئوي، غير ان عندك حساسيه ربويه. كان عندي مشوار مهم قوي وكان لازم انزل اعمله. انت لازم ترتاحي في السرير خالص، والادويه لازم تاخديها بانتظام في مواعيدها. ارجوكي بلاش دلع المره دي، انت ممكن يحصل لك اختناق في اي لحظه، ساعتها مفيش غير المستشفى. اديني قلتلك كنت حره. خليك انا هفتح. ايوه مين حضرتك؟ استاذ عباس. ده طبعا الدكتور. ايوه يا فندم انا الدكتور صلاح سليمان. دكتور بقى في ايه حضرتك؟ في المسخره وقله الادب؟ ايه يا استاذ ده؟ استاذ عباس ده الدكتور وانا تعبان. انت هتقولي لي ما انا شايف عندك يجي 500 دكتور، ده انت ولا القصر العيني، كل التخصصات طالعه نازله. لو سمحت احترم نفسك. انا مش بكلمك، انت بتكذبي في كل حاجه حتى اسمك. حد يكذب في اسمه؟ ده الناس تعبانه عشان اسمها وانت راح تزوريه. يا دكتور يا اللي ما انتش دكتور، دي مش عيانه، انت اللي عيان. نعم ايوه عيان زي كل الدكاتره الخايبين اللي قبلك. لو سمحت كفايه كده بقى. عمرك سمعت يا راجل على دكتور اسنان يجي يكشف في البيت؟ عمرك سمعت عن واحده حرارتها 40 بعد 5 دقائق تنزل على سنجه 10 عشان تسهر؟ ايوه تسهوكي بقى. لو سمحت يا استاذ، الانسه رشا تعبانه فعلا وانا كنت هنقلها المستشفى. مستشفى ايه ان شاء الله؟ الكذب التخصصي ولا الكذب الدولي؟ كفايه بقى لو سمحت، انا دكتور فعلا، ودي شنطتي، ودي الروشته اللي انا كاتبها للانسه رشا وعليها اسمي. ودي مشكله؟ ما انت ممكن تستلفهم ولا تسرقهم ولا. بسيطه، ادي بطاقتي. بطاقتك؟ أم المزورة؟ أنا متأسف جدا، أنا تأكدت إن حضرتك دكتور، بس أنا أؤكد لك إنها مش عيانة.
وانا اؤكد لك انها عيانه جدا، لان انا الدكتور، ولو ما التزمتش في العلاج مش هيحصل كويس. انت بتتخنق، محتاجه اكسجين، لازم تتنقل المستشفى حالا. رشا، اتفضل. 4760 جنيه. 1000 جنيه كفايه يا فندم. معلش خليهم تحت الحساب، يمكن تحتاج اي حاجه. زي ما تحب حضرتك. اسم المريض؟ سلسبيله. سلسبيله خليل عبد الله. اهلا وسهلا يا ستانم. اهلا. نورت الشركه. سي يا بنت، اسيب الشركه وامشي ازاي بس؟ ما ينفعش. انا هنا البيك بوس، مسؤول عن كل حاجه. لو نزلت وسبت الشركه الدنيا هتبوظ. طيب خلاص، هخلص شغل واجي لك نتغدى سوا. اعتذر عن الغدا ده عشان هنتغدى سوا. طب اسمعي، باي باي، راح اكلمك تاني يا حبيبي. باي باي. ماما، معقوله؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلي. مش عوايدك يعني تزوريني في الشركه؟ اعمل ايه؟ من ساعه ما رجعت من السفر وانا مش عارفه اتكلم معاك كلمتين على بعض. قلت اجي اعرف اخبارك ايه. انا اخباري زي الفل والحمد لله. الرحله كانت حلوه يا اصحابي يا عفاريت، عملنا عمايل غريبه يعني. كويس. شوف بقى يا استاذ بيبرس، انا جيت لك هنا عشان عاوزه اتكلم معاك لوحدينا. طب ما احنا لوحدينا يا ماما، ما تتكلمي. لا يا حبيبي، الكلام اللي انا عاوزه اقوله لك ما ينفعش لا في الشركه ولا في البيت. ايوه بس انا ما ينفعش يعني اسيب الشغل. اظن قدرت تسيب شغلك بالايام. استخسر في امك ساعتين. حاضر، تحت امرك. راحة فين يا ماما؟ تعالى تعالى اركب معايا عربيتي. ماما مش هينفع. بقول لك اركب مستكات. بيبرس، انا مفيش عندي في الدنيا دي اهم منك. انا لما اتجوزت باباك ما اتجوزتوش عن حب، لكن لما انت جيت حسيت ان في شيء مهم جدا عايش عشانه. الراجل اللي انت ضربته امبارح ده راجل نصاب. ده ابوك يا بيبرس. ازاي بقى؟ لكن انت قلتي انه عارف اني انكرته. عارف ليه؟ عشان ما حدش في الدنيا دي طول ما ليه واحد من فلوس دي غيرك انت. انت ابني يا بيبرس. حتى بابا محرم لما اتجوزته اتجوزته عشان يبقى لك اب. 20 سنة وانا خايفه ان محرم يغلط معاك في اي حاجه. كان بيمنع عنك المصروف وانا كنت بديهولك من وراها. كنت بداري عليك في كل حاجه وانا عارفه ان اللي بعمله ده غلط. ما خلاص بقى ماما، اديني اتخرجت واشتغلت وكل حاجه زي الفل. انت عايزه ايه تاني بقى؟ عايزاك انت. ما انا معاك اهو. انت قاعد معايا ومش معايا، مخك في حته تانيه. ماما لو سمحت من غير لف ودوران، قولي لي انت عايزه مني ايه بالظبط؟ عاوزه تقطع علاقتك بالست دي فورا. اذا كنت عايز تتجوز اوكي، تتجوز واحده في سنك وبنت ناس، ده منى عيني. لكن تروح تحب لي واحده كانت صاحبه امك، ده مستحيل اقبله ابدا. يا ماما انا لا ماما ولا مش ماما. لو ما قطعتش علاقتك بالست دي يا بيبرس، انت لا ابني ولا عرفك. استاذ عباس، تعبتك معايا. لا عليك. لا الحمد لله، النهارده شكلك احسن كتير. الحمد لله. الانسه رشا بقت كويسه يعني، ده كان شويه دلع. وتقدر تخرج النهارده كمان. يا سلام، يعني لو خرجت النهارده ما حصلش اي مضاعفات؟ لا ان شاء الله ما فيش حاجه يعني، الالتهاب الشعبي قل والحساسيه تكاد تكون راحت. يعني مش هيحصل لها تاني اختناق؟ لا ان شاء الله. يعني هي لو خرجت تقدر تمارس حياتها الطبيعيه؟ عادي جدا. حضرتك متاكد؟ ايوه يا استاذ عباس. في اي اسئله تانية؟ لا لا متشكر يا دكتور. الحمد لله على سلامتك يا سارة. الله يسلمك. عن اذنك. اتفضل اتفضل. استاذ عباس،
أنا متشكرة قوي على اهتمامك بيا، مش عارفة أقولك إيه. أنا بقى عارف أقولك إيه. أنا هقولك إنك إنسانة غشاشة كدابة، وأنا ندمان على كل دقيقة عرفتك فيها. لو عايزة تعيطي عيطي، ما يهمنيش، خلاص لا يجيلك اختناق ولا كرشة نفس. الحمد لله على السلامة، تفضلي اخرجي مارسي حياتك الجميلة، اسهري وكدبي وانصبي على خلق الله يا نصابة. يا أستاذ ما تقاطعنيش، أنا لسه ما خلصتش كلامي. ال 4760 جنيه اللي دفعتهم لي عندك في الحسابات، وشيلي اسم من الليستة. الليستة اللي معاكي دي فيها الناس الأغنياء اللي تعرفي تنصب عليهم. أنا هتنصب عليا ليه؟ أنا ما حلتيش اللظة. يا أستاذ عباس اخلصي، مش عايز أسمع كلامك. سلام يا سلسبيلة. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا أتسبب لك في المشاكل دي كلها. أنا صحيح حظي وحش دايما، إنما في الكام مرة اللي أنا اتجوزت فيهم وفشلت، عمري ما دخلت جوازة وكان في نيتي إن أنا أسيب. أي واحدة في الدنيا بتتمنى إنها تقابل الراجل اللي يملى عليها حياتها، إنما الظروف بقى. بيبرز ناهد عندها حق، هي عايزة مصلحتك. احنا لازم نسيب بعض. بتقولي ايه؟ لا يمكن، انا ما اقدرش اسيبك، ما اقدرش. انا لو سيبتك هموت، لكن انا لازم اضحي. انا ما اقدرش افرق بينك وبين عيلتك. بيبرز، أنا عمري ما ارتبطت بحد من غير جواز، ارتبطت بيك ليه؟ عشان بحبك. عرضت سمعتي لكلام الناس، وتعرضت لإهانات ملهاش لازمة ليه؟ عشان بحبك. وأنا مش هعرض سمعتك لكلام الناس أبدا. نيفين، أنا هتجوزك. لا عايزاهم يقولوا ان انا خطفتك. انا ما اقبلش يتقال عليا الكلام ده. احنا عشان نتجوز لازم مامتك توافق على الجواز. انت بتقولي ايه؟ انا دلوقتي عندي شركات كتير وعندي فلوس كتير قوي، وفي 700 موظف بيشتغلوا تحت ايدي. ايه؟ مش هعرف اخد قرار في حاجه تخصني انا؟ بيبرز، انا مش عايزاهم يقولوا ان انا اتجوزتك عشان فلوسك. أنا عندي فلوس كتير قوي ومجوهرات، فلوس تكفيني عمري كله. تفتكر يا بيبرس واحدة زي عندها كل الفلوس والمجوهرات دي، إيه اللي هي تبقى محتاجة؟ محتاجة حاجة واحدة بس، حاجة ما لقيتهاش غير معاك أنت، الحب الحقيقي. المؤرخين قالوا على إخناتون أول الموحدين، لأن إخناتون هو فعلا أول واحد في التاريخ كله ينادي بعبادة إله واحد سماه آتون، ورفض كل الآلهة المصرية اللي كانت موجودة أيامها، وأمر بإزالة أساميها من على المعابد وكتابة اسم إلهه آتون، ورمز ليه بقرص الشمس طالع منه أشعة طويلة، وفي الآخر إيد ماسكة مفتاح الحياة. طبعا الموضوع ده ما عجبش كهنة آمون اللي في طيبة، أصحاب نفوس سياسي قوي وبيسترزقوا من الموضوع ده جامد، وبدأوا يعملوا ثورة ضده. إخناتون ساب طيبة وخد مركب في النيل وطلع في الشمال في اتجاه المنيا، لغاية ما لقى منطقة جميلة قوي محاطة بجبال زي ما تكون حضنها. استقر هناك وبنى عاصمته الجديدة، وقعد يعبد آتون براحته. كان معاه نفرتيتي مراته، كانت مؤمنة بديانته وسندته، وبنوا العاصمة سوا. بس أنا قريت إنها سابته وتخلت عنه. لا، اللي بيقولوا إنه سابت له البيت غضبانة،
الملكة تي حمتها، جذرت ابنها إخناتون وقعدت على قلبها أسبوعين واشتغلت لها في شغل الحمواتية، اتخنقت منها قالت لها والنبي ما عدلك يا أختي. طبعا الحكاية دي نكتة، بس النكتة لها أصل. إن الملكة تي فعلا راحت زارت ابنها إخناتون، بس في الغالب راحت زارته عشان تخليه يتخلى عن ديانته الجديدة. خافت عليه من ثورة الكهنة، بس في الوقت ده فعلا اختفت نفرتيتي. والحكاية دي غامضة مش معروفة ليه. انت عارف يا عم لطفي، انا كان نفسي جدا يبقى اسمي نفرتيتي. وانا كمان. كان نفسك يبقى اسمك نفرتيتي؟ كان نفسي يبقى اسمي ابو نفرتيتي. خلينا في المذاكرة بقى. قولي لي يا ستي، اسم إخناتون كان ايه قبل ما يعبد آتون؟ امنحتب الرابع. برافو عليك. امنحتب يعني ايه؟ يعني امون سعيد مسرور فرحان. برافو برافو يا ليلى. طيب بعد ما عبد آتون بقى وبقى اسمه اخن ايتون، إخناتون يعني ايه؟ يعني آتون راضي. برافو برافو يا ليلى. طيب اسم العاصمه الجديده لإخناتون ايه؟ تل العمرنة. لا لا يا حبيبتي، ده اسمها دلوقتي اسم المكان تل العمرنة، لأنها كانت ساكنة بقبيلة عربية اسمها قبيلة بني عمران. لا اسمها أيام إخناتون. أنا افتكرت ثانية واحدة. قولي. ما تقولش والنبي عملوا ثانية. أخيت آتون. أخيت آتون يعني؟ يعني إيه؟ أنا عارفة بجد، أنا عارفة. أفق آتون. أيوه أفق آتون. برافو يا ليلى، هايل هايل. أنت؟ الرزل وصل. أنت تعرفه؟ مش قوي. ده يبقى ابني يا ليلى. ابنك؟ أنا آسف جدا يا أنسة ليلى، أنا فعلا كنت قليل الذوق معاكي. أنت يا واد أنت إزاي تبقى قليل الذوق كده؟ إزاي ما تديهاش الكتاب؟ مديها التفسير وأنت الكتاب؟ طب هتشتغل إزاي يعني؟ ما هو أنا كنت عايز الكتاب عشانها هي برضه، هو مش كان رايح لها. بقى هو يبقى ابن حضرتك؟ ده انا كنت غلسه قوي. لا يا حبيبتي انت مش غلسه، هو اللي صعيدي. بجد صعيدي؟ ايوه من دشنا مركز جن. ما تعطلناش بقى، ها الاقصر مالها؟ اسمها القديم ايه؟ طيبه. طيب اصل الكلمه ومعناها. لا بروح عليا يا عم لطفي، انا مش قدك. اقول لك انا، اصل كلمه طيبه تا اوبت اي. لما دخلوا الإغريق اتحورت بقت ثي باي أو تي باي، لما دخلوا العرب سموها طيبة. معناها إيه بقى تا أوبتاي؟ معناها مش عارفة. معناها المكان المقدس، عشان فيها معابد الآلهة. أنت ما رحتش الأقصر؟ لا طبعا رحت. شفت معابد الأقصر؟ آه. هي دي، برافو عليكي. برافو إيه؟ هي قالت حاجة؟ طب ما انا رحت معابد الاقصر، فيها ايه يعني؟ يا واد انت كل الصعايده تعالجوا الا انت. انا لو منك ارفدهم من الشركه لسوء سلوكه. هو انا اقدر يا عم لطفي؟ ده هو اللي يرفدني، ده انت جمايلك عليا كتير قوي. يا واد ما بتردش ليه؟ مالك مدلدل كده؟ حاسس بغلطتك؟ ها هم اصلهم بقوا غلطتين، بس انا مستعد اعمل اي حاجه عشان انسه ليلى تسامحني. اي حاجه؟ اي حاجه اي حاجه. اعمل لنا شاي بس كده. لا مش بس كده، ده اولا. ثانيا تاخد الورق ده تصوره على منصه الشارع وتقعد تلخص الملزمه دي. انت مش بتعرف تقرا؟ محمود خليج اداب فلسفه جامعه القاهره. قاهره ايه يا بابا؟ عين شمس. مش مهم، المهم بتعرف تقرا. طب ايه اللي جاب الفلسفه للشغل في البيزنس؟ شفت اهي بتتلكك دلوقتي، عايزه ترفدني. لا والله ما اقصدش. ايه اللي جاب الفلسفه لشغل البيزنس؟ الكوسه يا حبيبتي، الواسطه. أنا أعرف محرم بيه رئيس مجلس إدارة الشركة، اترجيته يا عين ابني. سكرك إيه يا أنسة ليلى؟ من غير سكر خالص. لا حط لها تلات معالق. إيه يا عم لطفي، ما أنت عارف ده أنا هرياكوا شاي هنا. لا المرة دي تلات معالق عشان التركيز. طب إيه رأيكوا بقى عشان أكفر عن كل ذنوبي أروح أجيب لكم طقم عصير من بتاع التركيز. ماشي مفيش مانع. بس أنا ما بشربش عصير، أنا بتاعت شاي. خلاص يبقى كلنا بتوع شاي. بس قبل الشاي بقى تروح تصور الورق وتلخص الملزمة. يلا. تمام يا فندم. وانتي؟ تمام يا فندم. مين مؤسس الدولة الحديثة والأسرة الـ18؟
You are much better now. Thank you. أيوة يا عم، تلاقيك مش عايز تسيب المستشفى دي خالص. مش عايز أسيب المستشفى، ده أنا الود ودي أسيبها النهاردة قبل بكرة. طب وتلاقي فين دي بذمتك؟ مش خلاص أخدته على بعض وبقيتوا عشرة؟ تشد حيلك بقى يا بابا. بس بقى يا هشام ما تضحكوش أحسن، الضحك بيتعب. يا داليا يا حبيبتي، الدكتور قال إنه بقى زي الفل خلاص. خلاص يا حبيبي، ما دام بقيت زي الفل روح بقى احجز لنا على أول طيارة. يا أنا مصر وحشتني أوي. لا يا سي بابا، الكلام ده مش هيحصل أبدا. إحنا مش هنمشي من هنا ولا نرجع مصر غير لما حضرتك تخف خالص وتبقى زي الحصان. يا بنتي أنا خلاص كرهت الدواء وريحته ومبقتش طايق العقد في المستشفى. طبعا تلاقيك حنيت للملفات وجو المحاكم يا سيادة المستشار. هو انت بتقول فيها؟ انا فعلا لما دخلت اوضه العمليات ما طلبتش من ربنا غير اني ارجع تاني البس الروب وقف وسط المحكمه واترافع، وانا بين ايدين الرحمن اكتشفت ان حياه الانسان شيء خطير جدا جدا، لكن تظل في النهاية العدالة الإلهية هي أكبر وأعظم عدالة في الكون كله. يا سلام، أنت أعظم أب في الدنيا يا سيادة المستشار. كتر خيرك يا حبيبتي. بقولك إيه يا هشام، انت عارف طبعا شارع اوكسفورد ستريت، في هناك يا ابني مكتبة كبيرة قوي، انا هديك اسماء بعض الكتب، يا ريت تبقى تجيبها لي اهو يعني اسلي نفسي بيها بدل ما انا قاعد كده. تتسلف كتب القانون يا عم، ارحم نفسك. سيبك منه يا بابا، انا هجيب لحضرتك كل اللي انت عاوزه. طب يلا يلا يا ولاد، وروني بقى عرض كتفكو، سيبوني بقى استريح شوية. قولولي عاملين ايه؟ مبسوطين؟ ده احنا عايشين في نغنغة، احنا سيبنا الاوتيل يا بابا وخدنا شقة استوديو، ان شاء الله تشوفها لما تطلع بالسلامة. اما الحاجة داليا بقى فايه ما اقولكش، بتعمل لنا رز ومحشي وملوخية، انما ايه عاديك ما تطقش تشم ريحتها. ماشي ماشي. ربنا يخليكم وما يحرمكوش من بعض يا أولاد. الحمد لله، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. بابا بقى كويس. ياه أنا مش مصدقة، أخيراً اطمنت عليه. يا ساتر، ده احنا قضينا أيام سودة. الله لا يرجعها تاني. تعرفي الأزمة اللي مرينا بيها دي، أنا حاسس إنها ذنب، ذنب انا عملته وبكفر عنه. ذنب؟ ذنب ايه؟ لبنى، انا ظلمتها كتير قوي. عارف يا هشام، اول حاجه تعملها ان شاء الله اول ما نرجع مصر تروح تتجوز البنت دي على طول. تفتكري اقول لبابا دلوقتي؟ اوعى يا هشام، الدكتور قال بلاش انفعالات، واحنا ما صدقنا انه خف وبقى كويس، وبعدين خبر زي ده احنا ما نعرفش تاثيره عليه يبقى عامل ازاي. يعني انا هسكت لامتى؟ حسيب البنت متعلقة كده لإمتى؟ معلش يا هشام، كل حاجة هتتحل إن شاء الله، بس أنت اصبر شوية. لبنى وحشتني قوي، لما تشوفيها هتحبيها قوي يا داليا، وأبوها كمان راجل لذيذ جدا. لا ده كده البنت دي حظها حلوة قوي، وأمري لله بقى بما إني في لندن مضطرة أجيب لكم هدية الجواز من هنا. تكلفة بتكلفة يعني. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ايه ده؟ ده من مصر. الو لبنى، خير؟ في حاجة؟ ابدا يا حبيبي، انت وحشتني قوي. بابا عامل ايه دلوقتي؟ طب الحمد لله. هشام هتيجي امتى يا حبيبي؟
لا 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 انا كويسه خالص، صدقني كويسه. انا مش عايزه حاجه غير انك انت تكون جنبي. سلم لي عليها قوي. طب يا حبيبي. وانت كمان وحشتني. تيجوا بالسلامه ان شاء الله. اتفضلي. اظن انا كده بقى عملت اللي عليا واستحق اخد براءه. انت خدت براءه من اول ما عرفت انك ابن عم لطفي. شفت؟ يعني لو العم لطفي كانت قامت لطشتك دلوقتي. لا مش للدرجات دي، ده انا بخاف من خيالي. بتخافي من ايه؟ الهنم اللي قدامك ديت اللي عامله فيها بسكوته لو شفتها هي بتتخانق هتلاقيها يعني يا ساتر. بص بقى يا عم لطفي اهو بيجر شكلي تاني اهو. يا واد استاذ وعيب. لا لا انا مش هتخانق تاني. حقك عليا، انا اسف. انا همشي بقى قبل ما اعمل مشاكل جديده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لذيذ قوي ابنك ده يا عم لطفي، ومؤدب على فكره. انا اللي كنت غلطانه بصراحه. يا حبيبتي انت لا يمكن تغلطي. الاسئله اللي كتبتها النهارده تتجاوب بالتفصيل، وبكره تيجي تتسمع قدامي بالحرف الواحد. السؤال الاول، هو احنا كل ما نشوف بعض هنتخانق؟ انت رايح فين؟ رايح الدراسه. طب اركب. مش عاوز اعطلك. دي في سكتي. اركب. سكتي مش سكتك يا عم. اركب بقى بلاش غلبه، ابقى ادفع اجره التوصيل. مالك مستغرب على ايه؟ اصل من كام يوم بس كنت خايف ومرعوب منك لا ترفديني من الشركه. دلوقتي راكب عربيتك وبتوصليني. انا اكيد امي دعيالي. انت عندك حته اب ربنا يخليهولك. هو راجل عظيم فعلا. انت عارف اول مره شفت باباك حصلت بيننا وبينه مشكله، كنا فاهمينه غلط. الظاهر ان حضرتك يا انسه ليلى دايما تبداي بالمشاكل. والله انا مش بتاعت مشاكل خالص. كنت عايز اسالك سؤال يا استاذ محمود. اتفضلي. عم لطفي باباك لما قربت منه اليومين اللي فاتوا دول اكتشفت انه فعلا عبقري في التاريخ، هايل بجد. ازاي راجل بالثقافه والعلم ده يبقى بياع كتب على سور الاسبكيه؟ انا مقصودش اي مهنه ما بتعبش اللي بيشتغلها مدام شريف، بس انا كنت اقصد يعني ان هو كان ممكن يعمل حاجات اهم من كده بكتير. هو فعلا بيعمل حاجات مهمة قوي، بس بابا عامل زي السمك طول عمره عايش في الكتب، لو خرج منها ما يقدرش يعيش. زي بالظبط، انا كمان بحب الكتب قوي. ايه ده احنا عدينا الدراسة؟ طيب انا ممكن انزل انا وتاخد اي حاجة ترجعني. لا ازاي هوصلك؟ لا معلش عشان خاطري. مالكش دعوة، انا عايز اعرف بيتكم. طيب يعني لحد اول الشارع؟ لا لحد باب البيت. مفهوم؟ مفهوم. اتفضلي اشربي حاجة. ميرسي مرة تانية ان شاء الله. طب حضرتك هتعرفي تخرجي من هنا؟ لا على طول في شمال. طيب باي باي. يا صلاة النبي أحسن، يا صلاة النبي أحسن. يا سلام عرفت تنقي يا زين. ما اخترت. اخترت يا عم طارق. العروسة مش هي دي العروسة؟ حاكم انتوا كده عيلة ما تقعش إلا وهي واقفة. عروسة مين؟ دي صاحبة الشركة. صاحب الشركة كمان حتة واحدة؟ هنيالك يا عم. يا راجل أنت مش عايز تسكت بقى ليه؟ ما تخليك في حالك. ماشي يا عم محمود، حقك عليا. ما هو اللي عيلي عيلي يابا. ما هو انتوا تتنطقوا وتتقايموا علينا وتسوقوا علينا القلاطة اللي ما بنشوفهاش على حد. مين دي يا عم طاهر اللي جاية مع محمود في العربية؟
دي صاحبة الشركة اللي بيشتغل فيها، بس الظاهر ان هو مربط معاها بالقوي. صاحبة الشركة يا ام سلوى، يا ام سلوى. ايوه يا اخت. تعالي يا حبيبتي، شفتي اللي انا شفته؟ شفتي ايه يا حبيبتي؟ قال ايه؟ محمود ابن ام محمود موصلها بنت زي فلقة القمر، صاحبة الشركة. يا سلام، وصاحبة الشركة توصله في حصة زي دي ليه يا اختي؟ والله ما انا عارفة امتى الحارة دي هتندف. ما تتلم يا وليه انت وهي، كل واحدة تحط لسانها جوه بقها وتسكت. راجل ومعلق بيت فيها حاجة دي؟ اقعد يا زينة الشباب، اقعد عدل وفهمني. افهمك ايه؟ مين يا واد البت المايصة اللي جت على ناصية الحارة ووصلتك؟ وانت عرفت منين انها مايصة؟ هي نزلت من عربية؟ المايصة لو ورا ستارة يعرفوها بالأمارة. الله هو أكبر، ما انت توظفت وترستقت وبتاخد ماهية، البنات ايه هيحوموا عليك زي الدبان الرزل مش كده؟ ماهية ايه يا أم محمود؟ ده هي دي اللي بتقبضني، هي دي صاحبة الشركة. صاحبة الشركة ومش خايف؟ هخاف من ايه؟ هي اللي عرضت عليا انها توصلني. محمود بلاش تبص للعالي يا ابني، بص على قدك، لا تقع في حفرة ما تلاقيش اللي يشدك، ابعد عن السكة دي. سكة ايه يا أم؟ هو أنا استجري أبص لها؟ هي الطول، اسم الله على ابني ألف اسم الله. واد انت مش قلتلي صاحب الشركه يبقى ابن سعباس؟ ايوه، ما دي تبقى اخته. هي دي ليلى؟ لا ده انت تبعد وتبعد، دول رمى ابوهم يا ابني، واللي يبيع دمه محدش يهمه. ليلى ما تعرفش ان الاستاذ عباس يبقى ابوها، ولو عرفت هتعمل ايه؟ هتبيعه زي امها ما باعته. نفضل كده على لحم بطننا؟ ليه لحم بطننا ليه؟ اتفضل خد جيب اللي انت عايزه. اجيب لك كباب ولا جمبري؟ والنبي يا اخويا ما تتريقش عليا. امال اعمل ايه؟ هجيب لك ايه بالنص جنيه ده؟ تجيب ربع جنيه طعميه سخنه وربع جنيه عيش مفقع. مفقع؟ تصدق انت فقعت مرارتي؟ اتنين عراض وطوال زينا كده معهمش غير 50 قرش. بقول لك ايه؟ ما توصل كده للست مهجه تسحب 20 30 جنيه نفك بيهم ازمتنا. 20 30 جنيه من مهجه؟ طب حاول انت كده تسحب جنيه واحد وريني شطارتك. يا ابني انت عايز الفلوس تعمل بيها ايه؟ حاول تستمتع بالحاجات البسيطه في الدنيا. الفلوس قيمتها في قلتها مش في كترتها. فاهم ولا لا؟ يعني عندك لو واحد مليونير مثلا وعيان، ايه فايدتهم؟ مش كده؟ لا مش كده. لو سليم وعنده الفلوس دي في البنك قاعده تشتغل وهو بره مش مستمتع بالدنيا، قلقان على الفلوس دي، ايه المتعه في كده؟ لكن شوف انت بقى بالنص جنيه الغلبان اللي معاك ده قدرت تجيب ايه؟ عيش مفقع وطعمية سخنة، منتهى المتعة. لقيت بريز اهو. بس يبقى حزمتين جرجير كمان، المتعة كبرت. صدق ان انت هتشلني؟ بقالي تلات ايام ما اكلتش وماشي في سكة الحلال بتاعتك، وفي الاخر تقولي رجع الفلوس ورجعها بايدي اللي تتقطع دي. بس ضميرك مستريح، نايم راضي ومبسوط. والله العظيم انت من ساعة ما مشيت في الحلال وانت وشك منور. وشي منور؟ وشي اصفر، وشي اصفر من الجوع. يا عم انا رايح اجيب الطعمية. مرسي، احنا عندنا شاي؟ في تلقيمة من امبارح. جميل، يبقى نعمل كوباية شاي نحبس بيها ونخمس سوا. مفيش سكر. احلى، هتقدر تتذوق نكهة الشاي الطبيعية زي الانجليز. السكر بيبوظ طعم الشاي، وبعدين السكر ده العلماء قالوا عليه هو والملح السم الابيض. انت بقى تحب تشرب الشاي بسم ولا من غير سم؟ بس هو الشم حرام.
السكة دي مليانة مين.